نعم، الوضع الآن في القدس المحتلة هادئ نسبيا، انتهت للتو صلاة يوم الجمعة بحضور نحو 40,000 مصلٍ. كان طبعا هناك إغلاقات بسواتر حديدية داخل البلدة القديمة وتدقيق لهويات بعض المصلين، ولكن إجمالا هنا الأمور هادئة، رغم أن عوامل الانفجار وعوامل التوتر لم تزل بارزة في القدس الشرقية. فبعد أن وضعت المعركة العسكرية أوزارها، الآن هنالك معارك صغيرة على الأرض. أولا من الجانب الفلسطيني لا تزال المقاومة مستمرة، خاصة في حي الشيخ جراح، ورغم إغلاق مداخل هذا الحي أمام المتضامنين وأمام الفلسطينيين المساندين للعائلات هناك، إلا أن المكان يعني دائما هنالك حضور سواء للفلسطينيين أو للمتضامنين. واليوم هنالك مظاهرتان ستقام في الحي، الأولى هي المظاهرة الأسبوعية للمتضامنين من اليسار الإسرائيلي، والثانية لصحفيين قد نظموا هذه المظاهرة، جزء كبير منهم من الصحفيين من الداخل الفلسطيني، اعتراضا واستنكارا للاعتداءات المستمرة على الصحفيين في تغطية الأحداث الأخيرة. نحن نعلم عن نحو 13 حالة اعتقال ضد صحفيين في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى نحو 40 إن لم يكن أكثر من ذلك حالة من الاعتداء على صحفيين مقدسيين في هذه الأحداث الأخيرة، خاصة ما حدث في المسجد الأقصى المبارك خلال هذا الشهر. أيضا ستكون هناك كما ذكرنا فعالية لليهود المتضامنين. على الصعيد الإسرائيلي لا تزال الحرب مستمرة، حرب الاعتقالات مستمرة، هنالك حملة اعتقالات واسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في الداخل الفلسطيني أو في القدس الشرقية. في القدس الشرقية لا يزال الآن نحو 25 شخص معتقلا، يعني هنالك كانت حالات توقيف عديدة، ولكن بعد إطلاق سراحهم تبقى الآن نحو 25 معتقل من القدس الشرقية، وهنالك أيضا 11 معتقلا كانوا اعتقلوا بشكل إداري، بمعنى أنهم يعتقلون دون عرضهم على المحكمة ودون توجيه أي تهم. والأخطر من ذلك هو قطع مخصصات التأمين الوطني والتأمين الصحي عنهم، وهو طبعا عنهم وعن عائلاتهم، وهو أيضا يعني إجراء غير قانوني بتاتا وفق القانون الإسرائيلي. على الصعيد الدولي طبعا الحلقات تضيق على إسرائيل، خاصة فيما يخص تهجير العائلات وطردهم في حي الشيخ جراح وفي سلوان بعد التصريح الأمريكي، وأيضا بعد القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية ابتداء من منتصف الأحداث التي بدأت من منتصف أبريل الماضي، بمعنى أنها تتضمن ما يحدث ما حدث في القدس في باب العمود وفي المسجد الأقصى، ومن ثم الحرب على غزة والاعتقالات التي تشنها إسرائيل هذه الأيام.